أما البطل فهو تيتو سانتانا من تكولا بالمكسيك، يزن 111 كيلوغراما. وآن فعلا لتيتو سانتانا أن يتحدى، وأن لطالما تحداه كثيرا دون مراكو، لطالما تحداه كثيرا على بطولة ما وراء القرن. وهجوم كاسح حتى قبل أن يخلع ملابسه، يريد أن يحصل على البطولة بأي شكل. ربما هذه تعليمات، هذه تعليمات مستر فوجي مدير الأعمال والمصارع المعروف، الذي أخذ يخطط لطريقته الهجومية السيئة، ضرب رأس في الزاوية حتى قبل أن يخلع لباسه. ما كان يتوقع أبدا تيتو سانتانا، وحتى يستعمل لباسه لخنق تيتو سانتانا، يستعمل لباسه للخنق، لقد مزق فنيلته ليستخدمها لخنق تيتو سانتانا، ويريد أن ينتزع البطولة بأي شكل حتى بطريقة غير نزيعة. هذه المباراة جرت على حلبة كابيتال سينتر في واشنطن العاصمة الأمريكية، ولا زال حتى الآن يصر على خنق تيتو سانتانا بلباسه، بينما الحكم يعد عليه ولا يأبه بالعد إطلاقا، ليعد الحكم كيفما شاء له أن يعد، كيفما أراد أن يعد، ليعد على ما يريد، لكن يستخدم أصابع مستقيمة ضد الحنجرة، وأن يقوم بالحنق، الخنق، تلك الحركات غير القانونية، غير منطقية إطلاقا. احتج الجمهور كثيرا على هذه الطريقة، ولكن تلك الطريقة راقت كثيرا لمستر فوجي. هذا هو الأسلوب الذي تعلمه، وهو بدلته بزته الأنيقة تلك، لكمة من الذراع أسقطت ثم انطلاقة بلكمة من الذراع أيضا بركبة على تيتو سانتانا. تذكروا هذه المباراة على بطولة ما وراء القارات لفئة وزن الثقيل بين تيتو سانتانا ودون موراكو. دون موراكو يتوق إلى أن انتزاع البطولة من جديد، وانطلاقة طائرة رهيبة جدا من زوجك. حركة روغان أجمل من الانطلاقة، الانطلاقة كانت جهنمية، ولكن حركة الروغان جاءت في الوقت المناسب، على الأقل ليستعيد تيتو سانتانا بعضا من أنفاسه المجهدة. لكمات خطفية سريعة جدا، لكن هيئات دون موراكو معروف عن جهيته بقوته وقدرته الاحتمال رهيبة جدا، لكن تيتو سانتانا هذا الشاب الديناميكي سريع الحركة والقوي جدا، وبدأ الجمهور، بدأ الجمهور يؤيد بانفعال وبشكل حاد جدا، بدأ يؤيد تماما تيتو سانتانا. الحكم على أي حال يجب أن يضبط الأمور على الحلبة، وليس من مصلحته أن تسوء الأمور أو أن تحتدم بشكل غير قانوني أو أن تنتهك الأنظمة، لكن ماذا باستطاعة الحكم أن يفعل إذا كان البادئ بالمشاكل هو دون موراكو؟ كيف يمكن الحكم أن يردع الأمور منذ البداية ودون موراكو مصارع لا يمكن يحتمله ولا حتى حكم هذه المباراة؟ وليس من حق الحكم في الحقيقة، أنا لا أتعاطف مع تيتو سانتانا ولكن أتعاطف مع الواقع، ليس من حق الحكم أن محاولة خربشة للوجه، أضعها بخربشة للوجه، أضع المسكة مصير ساق إجهاد للركبة، ركلات على ركبة دون موراكو. مع جودة المباراة وحدة الانفعال أحيانا لا يدري الإنسان ماذا يقول، قد تكون الحركة أحيانا أبلغ من أن يقال عنها بألف كلمة. نعم، سحب لخارج الحلبة، إذا لم يقم بهذا الدور سيتلقى هو تيتو سانتانا والجمهور كله وراءه، ليضرب بالركبة الأنبوب الفولاذي في الزاوية. بدأ يتصبب عرق منذ البداية، وعاد أخيرا كي لا يعد الحكم عليه. لو يضرب بالساق الأخرى أو بالركبة الأخرى. دون موراكو مصارع رهيب وقوي جدا، يزن 120 كيلوغراما ل 111 كيلوغراما وسط الحلبة. هذا أجمل، كي يلجأ إلى الحبال وليقوم بحركة التي يريد أن يقوم بها، لكن يجب أن ينطبق ليتلقى ركلة تطيح به. نعم يرتد، لكن اصطدم تلك الركلة أطاحت به على الزاوية، وها هو فوجي يأمره بأن يهجم، لكن هيئة لا يتمكن من النهوض بسرعة، ووصل أخيرا مع أنه مترنح إنزال الركبة، إجهاد الركبة وروعة، لكن يجب أن ينتبه أيضا مصيدة الموت، مصيدة الموت، مس تشكيل ساقين على الشكل أربعة، ووصل مدير الأعمال بخطابي هذا بالباكورة وبالخطاب بالباكورة يضرب تيتو سانتانا. ليس من حق مدير الأعمال أن يتدخل، هذا تدخل خارجي، والحكم يوقف المباراة، يوقف المباراة، تدخل خارجي لا يمكن من مستر فوجي، لا يمكن ابدا، لا يمكن أن وعلى الحكم، حتى الحكم خارج الحلبة بدا يستخدم باكورته، ويأمر ايضا رهيب جدا، قد يخرق اضلاعه بتلك الباكوره، باكوره سلاح الدين. لا ادري اذا كان دون موراكو قد تعلم من
مستر فوجي أن يطبق وصاياه بتلك الطريقة ونستخدم إذا عجز عن هزيمة تيتو سانتانا فليقم على الأقل بإنهاكه حتى لو لم يتمكن من هزيمة ليقم بإنهاكه وليجعله يقول إلى وضع سيء في هذه المواجهة لم يشاهد أبدا تيتو سانتانا في ظرف سيء مثل هذا الظرف بتلك الباكورة على حنجرته وعلى صدره. لقد أوقف الحكم المباراة نظرا للتدخل الخارجي من مدير الأعمال وحتى الأذية التي لا زال حتى الآن تيتو سانتانا بطل ما وراء القرارات لفئة وزن الثقيل نظرا للتدخل الخارجي من مدير الأعمال واستخدام أداة غير قانونية هي العكاز أو الباكورة كما يسميها البعض. احتفظ ببطولته تيتو سانتانا ولكن أعصاب ماجنيفيسنت موراكو دون موراكو لم تعد تحتمل ذلك الوضع لم أدرك أن ليس بإمكانه الفوز بالبطولة فعلي وعلى أعدائي.